السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم هبة حسن من قناة هاند ميد. لو كنتي اول مرة تشوفي القناة اشتركي فيها وفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. احنا هنبتدي نعمل بقى انشطة المدرسة. دلوقتي انا هعمل نشاط اللام الشمسية واللام القمرية. سهلة جدا. احنا محتاجين طبعا لوحة، والطبق ده عشان اخد بيه الدوران بتاع الشمس. عايزة يعني طبق كده الدوران بتاعه كبير. انا عملت دي لوحة، جبت فرخ لوحة كامل ما قصتش منه ولا حاجة، عشان هقسمه جزئين، جزء اللام الشمسية وجزء اللام القمرية. والالوان طبعا اللي عندك في البيت تبقى يعني هتبقى كويسة. اللي انتوا الرسمة شفتوها الاول النجمة دي عشان اللام القمرية، والسحابة دي عشان اعمل بيها اللام الشمسية. دلوقتي انا هقسم، جبت اللوحة عادي، هبتدي اخد من تحت 10 سنتي، هقسم 10 سنتي، يعني هفضل اخد مقاسات كده 10 سنتي، فعشرة عشرة عشرة من تحت دي، عشان دي الجزء ده اللي هكتب فيه اسم الطالبة والفصل وكده. اعذروني لو الفيديو طويل شوية، لكن انا حبيت ان انا ما اقطعش منه عشان تاخدوا بالكم من كتر من كل حاجة هعملها، يعني ويبقى سهل عليكم ان انتوا تنفذوه. شايفين انا خدت 10 سنتي، علمت كده بالقلم، كل 10 سنتي اخدت بينهم علامة، او شايفين كده. اهو وصلت للاخر، هوصل بقى العلامات دي ببعضها عشان يطلع معايا كل العشرة مظبوطة زي ما انتوا شايفين. دي انا كنت بقيس العلامات مظبوطه ولا لا، عشان حسيت ان كان في علامه اطول يعني اعلى شويه من الثانيه، فقلت اظبطها. هي سهله جدا، والالوان اللي انا بحتاجها انا اشتغلت بالوان خشب وبالوان شمع، وكنت في الماستر وكنت جايبه معايا الخشب طبعا، بس الخشب مش هيبان في الرسمه، يعني مش هيبان لما تحطي كده اللوحه مش هيبان. وكان معايا الوان ميه بس ما رضيتش اشتغل بيها عشان كانت هتبوظ اللوحه. انا تنيت اللوحه نصين عشان اخد اجيب المنتصف بتاعها واقسمها نصين كده بالمسطره عشان ابتدي اعمل جزء يمين وجزء شمال. زي ما انتوا شايفين كده هطلع بالطول كله، هقسمها عادي. انا خلاص خلصت التقسيمة، هبتدي بقى اعمل الشمس. انا وسطنت الطبقة كده، انا الطبقة ده دورانه حلو على قد على قد الجزء اللي انا عايزاه، اخدت الدوران بتاعه كده. انا عملت الشمس، اساس الشمس، ابتدي بقى اظبط. جبت شكل السحاب ده، انا قصيته على ورقة تقيلة شوية، عملت السحاب كده عشان ده هحط فيه الحروف بتاعت اللام الشمسية. هعمل 14 سحابة.
انا هو كملت السحابة، بس انا قلت اعملها باللون بقى الفلوماستر على طول، بدل ما هدر وقت اعملها بالرصاص وبعد كده اعملها تاني، قصدي كده كده يعني انا عارفة اعملها، فقلت بلاش تهدير وقت. المهم ان انا بدأت احدد اهو، وخلصت الـ 14 كلهم، وعملت للشمس زي ما انتوا شايفين كده، عملت لها يعني زي الزجزاج ده، فروع شجر زي شكل فروع الشجر، بس هي يعني زي النار، يعني لما تيجي تتلون كده هتدينا شكل الشعاع بتاع الشمس. عملت لها عينين وبق كده في المنتصف، هنعملهم مع بعض دلوقتي. عملت العين بالمسطرة الدوائر، اهم حاجة تاخدي بس المقاس مظبوط، توسطني كده الدورية في النص عشان خاطر ما يبقاش عين يمين وعين شمال كده يعني. عملت الشعاع بقى، خلصت وعملت البق، هبتدي بقى الون العين واظبط. انا دلوقتي لونت الشمس باللون الوان فلوماستر الاصفر، فحسيت ان في فراغات كده برضو، فقلت اعيد عليها، فعدت عليها باللون الشمع، الوان الشم، قعدت كده اظبط الاصفر بتاعها يعني، فبقى عندي في الشمس نفسها لونين اصفر حلوين يعني. وعملت البق كده الجزء من تحت كده هلونه احمر اكنها بتضحك. ابتديت الون العين باسود، الوان الشمع مريحة جدا، بتسعفني بسرعة، بلون بيها بسرعة، لكن الوان الفلوماستر بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بعمل حاجات بسيطة واحدة واحدة عشان خاطر اولا اللون ما يطلعش، لان الخط بتاعها رفيع، فلازم احط الخطين جنب بعض، وعشان لو دوست كمان على اللون هلاقيه طبع قطع الورقة، قطع اللوحة تحت. انا خلاص خلصتها اهي زي ما انتوا شايفين، ولونت الشعاع بتاعها اصفر من جوه وبني خفيف كده من الاطراف، وعملت باللون الاحمر عليها، مشيت باللون الاحمر كده على اساس ان هي زي النور يعني. هبتدي الون بقى السحاب كله، كل واحده لون بالالوان الشمع. هي الالوان الشمع حلوه وسريعه، بس مشكلتها في حاجه، ان انا لما باجي اكتب عليها اكتب الحروف عليها، فكانت كانت القلم مش بيمشي على اللون، فكان كل شوية امسح بوز يعني سن القلم كده وارجع اكتب تاني. هخلص الالوان، تكملة الالوان انا اهو خلصتها، الوان عشوائية عادي. انتي حابة تكتبي، انا كتبت لا قدام في الشمس، انتي لا بقى لو مش عايزة تبوظي شكل الشمسية يعني، ممكن تسيبي في فراغ فوق كده في البداية، وتكتبي اللام الشمسية فوق كده على في مستطيل كده، فاهمة؟ بس اللي انا قلت الرسمة هتصغر عشان لما تتعلق على الحيطة الاطفال يشوفوها يعني. بدأت اكتب الحروف زي ما انتم شايفين، هتلاقوا كده في الحوانة بكتب القلم بيبهت شوية، في الحرف التاني هتلاقوا القلم بيبهت شوية.
ده عشان الشمع مش مساعدني ان انا اكتب. فانتي ممكن تجربي كده مثلا تكتبي الحروف الاول وتلوني عليها من فوق. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، تلوني عليها من فوق كده، مش عارفه هتنفع ساعتها هتنفع، بس اكيد بس ممكن يبهت اللون شويه يعني. انا خلاص خلصت الالوان اللوحة كده بتاعت اللام الشمسية، هبتدي بقى في اللام القمرية برضو، هعمل دوران في نص اللوحة قدام اللام الشمسية بالظبط، هروح شدة كده الطبق شوية عشان اعمل شكل الهلال، وهبتدي اعلم. اسفه ان الصوره بتتحرك لاني بشتغل بايد وماسكه الموبايل في ايدي التانية. هبتدي ارسم بقى شكل حواجب وعين ومناخير وبق كده على القمر يعني.
انا خلاص خلصت كده، حطيت النجمة، وزي ما انا ما عملت الطريقة التانية بالظبط، هبتدي بقى اكتب تحت اسم الطالبة. عملت وردة وهبتدي بقى اكتب اسم الطالبة. الاول خدت خط من المنتصف كده عشان امشي عليه بالكلام، يعني ما تلخبطش كده. فدي طريقة كده، طريقة كتابة كده يعني كروكي، يعني مش حاولت على قد ما اقدر ان انا اظبطها يعني. انا اتلخبطت في الجزء ده فهمسح طبعا. همسح النقطة كمان. الفينش الاخير بقى انتي بتظبطي فيه حاجات كتير جدا، فانا عايزه اقول لكم ان انا اسفه جدا في ان الفيديو طلع طويل جدا يعني، وانا بتكلم كده قاعده فتره كبيره جدا من غير كلام، ومعرفتش ان انا اسرع الفيديو. الجهاز عندي كان فيه مشكله فمعرفتش ان انا اسرعه، فاعذروني جدا. وانتم ممكن تجروا الفيديو لو في حتت مش هتستفادوا منها. يا رب حتى اكون افدتكم باي حاجه، واعمليها انت اللوحة سهلة جدا ومش مكلفة خالص. رودينا علي محمد اللي انا كتبتها. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اخلي الكلمة كده واضحة شوية. هكتب التانية تالت اللي هو الفصل بتاعها. هبتدي بقى ألون الوردة.
ابتدي احدد الاسم وبعد كده ابقى اظلله. يعني انا حددته كله. انا خلصت اهو، حددت الاسم كله وظللته. ويا رب اكون افدتكم باي حاجة، ولو عجبك النشاط شيريه عشان صحابك برضو يعملوه لبناتهم ويفرحوهم. وشكرا جدا يا بنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.